للمزيد حول ذلك من اسطنبول ينضم إلينا مراسلنا محمد المشهراوي. مشهراوي، بعد ساعات فقط من تلميح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإمكانية عدم تمديد العمل باتفاق الحبوب، أردوغان يقول إن بوتين يتفق معه حول ضرورة ذلك. في أي سياق أتت هذه التصريحات، وإن كان هنالك أي مواقف أيضا هامة تتعلق بتمديد الاتفاقية بعد مساء الاثنين القادم؟ يفهم من ذلك أن ثمة موافقة مبدئية من موسكو لتمديد هذه الاتفاقية مع تحفظ على استمراريتها بشروطها الراهنة، وهي ترفضها موسكو باعتبارها أنها تقيد حركة الصادرات من المواد الغذائية والحبوب والأسمدة الروسية، وكل ما نفذ من الاتفاقية على مدار عام كامل من توقيعها هو فقط ما يتعلق بالجانب الأوكراني، و لم يتم السماح من خلال هذا الاتفاق بتصدير أي من الشحنات الروسية. لذلك سيبحث اللقاء المرتقب بين الرئيسين التركي والروسي هذه الاتفاقية والاستماع للمطالب الروسية وتجديدها في هذا السياق، مما يضمن تصدير الشحنات الروسية عبر هذه الاتفاقية وفي إطارها. هذا من جانب. من جانب آخر، فإن اللقاء المرتقب سيتناول وفق مصادر تركية مباحثات السلام بين روسيا وأوكرانيا برعاية تركية وفق المبادرة التي أطلقتها أنقرة مع بداية هذه الأزمة. نشير إلى أن الرئيس الأوكراني كان الجمعة الماضية في إسطنبول والتقى الرئيس التركي وبحث معه ذات الملفات، وحينها عقب الكرملين بالقول أنه يراقب ذلك الاجتماع وبناء عليه سيتخذ قرار إذا كان بوتين سيلتقي أردوغان أم لا. على ما يبدو فإن نتائج لقاء الجمعة الماضي كانت مرضية للجانب الروسي، وبناء عليه أعلن اليوم على لسان الرئيس التركي عن لقاء مرتقب وزيارة مرتقبة للرئيس الروسي إلى تركيا لبحث هذه الملفات. من إسطنبول محمد المشهراوي، شكرا جزيلا لك محمد.